شارك سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بفعاليات يوم البحرين الرياضي والتي أقيمت اليوم بالقرية الرياضية في الساحة الخلفية لاستاد البحرين الوطني بمدينة عيسى الرياضية. وقد حضر الفعاليات سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية ووزير شؤون الشباب والرياضة سعادة السيد أيمن توفيق المؤيد ورئيس الجمارك سعادة الشيخ أحمد بن حمد الخليفة وأمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية سعادة السيد محمد حسن النصف وعدد من المسؤولين بوزارة الدولة والقطاع الرياضي بمملكة البحرين. وقد أعرب سموه عن سعادته بالمشاركة في فعاليات يوم البحرين الرياضي والذي يحظى بدعم من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة من أجل تشجيع الجميع على ممارسة الرياضة. وأكد سموه بأن تخصيص يوم وطني رياضي هو بحد ذاته فرصة حقيقية لكسر حاجز روتين العمل اليومي كما أنه بداية لجميع الراغبين بممارسة الرياضة وباعتبارها نمط حياة صحي يساهم في التقليل من الإصابة بالأمراض المزمنة ويمنحهم الجسم السليم واللياقة البدنية التي تساعدهم على مواصلة العطاء لبناء حاضر ومستقبل هذا الوطن العزيز. وأعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن سعادته بالمشاركة الواسعة الذي حظي به اليوم الرياضي الوطني من قبل مؤسسات المجتمع المدني والأفراد من مواطني ومقيمي المملكة مؤكدا سموه أن ذلك يؤكد على أهمية التشجيع على ممارسة الرياضة مقدرا سموه الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة في الإعداد والتحضير لإقامة فعاليات اليوم الرياضي بالقرية الرياضية. وقد أطلق سموه شارة البدء لسباق الألوان والذي خصص لذوي العزيمة وفئة الصغار والناشئة والعموم كما تجول سموه بالقرية الرياضية حيث اطلع على الفعاليات التي شهدتها هذه القرية.